كما كان مقررا اليوم مثل المتهمة والعائلة ديال أنوار رحمه الله وبعض الأصدقاء دياله أمام قاضي التحقيق. لكن اليوم كانت وقعت واحد المشكلة، وهي أن الجلسة ديال اليوم تزامنات مع الإضراب ديال المحامين اللي عارفنهم بأنهم داخلين في إضراب المقاطعة ديال الأعمال ومقاطعة ديال كل ما هو علاقة بالعمل داخل المحاكم. وبالتالي مجموعة المحاكم أجلت الجلسات ديالها. قاضي التحقيق كان أمام أمرين، إما أن يستمع إلى المتهمة وخالها في غياب المحامي، وهذا ما يمنعه القانون، لأن القانون كيعطي الحق للمتهمين كاملين بالحضور ديال المحامين أثناء جلسة التحقيق، وبالتالي تثبت المحامي بأنه خص الحضور دياله. نفس الشيء كان الاستماع كذلك الحضور ديال المحامين كيكون ضروري مع العائلة، اتصال مع المحامين، المحامي يطبق القرار الذي اتخذته الهيئة للمحامين وهو الإضراب الاحتجاجي على الضرائب اللي أعلن عليه. وبالتالي المحامي ديال العائلة أنه التزم بالقرار النضالي اللي اتخذوه المحامين وما حضرش. هذا لم يمنع قاضي التحقيق أنه يستمع، لأنه يستمع ما يسمى بالشهود، لأن الشهود ماشي بالضروري يكون عندهم المحامين، لأن المحامين كيكونوا فقط عند المتهمين وعند الضحايا، فاستمع الشهود وربما يتطرح السؤال شكون هما الشهود والجريمة أبعد. الشهود هما أصدقاء والصديقات والزملاء، بعض الزملاء والأصدقاء المقربين ديال المرحوم أنوار، اللي ارتأى قاضي التحقيق أنه يستمع لهم وعلى الأقل يوجه لهم مع الأسئلة اللي من حقه يوجه لهم باش يضيء له التحقيق، مثل مثلا شو كيعرفوا على هذه، فوقاش شافوا، فوقاش كذا، واش كيعرفوا هذه المتهمة، واش لأنهم الأصدقاء المقربين دياله، لأنه يطرح مثل هذه الأسئلة، هذه المتهمة اللي قتلت واش كتعرفوا، واش عرفوها، واش فايتها، هذه أسئلة اللي تطرح على الشهود من أجل إنارة التحقيق. العديد من الأصدقاء والزملاء ديالو الصديقات استجبوا لهذه الدعوة بأثر، لأن الغاية ديالهم هما إنارة التحقيق باش يوصل لهذه، فحضروا إلى الجلسة حوالي واحد 6 ولا 7 ديال الأصدقاء والصديقات، واستمع لهم قاضي التحقيق وجاوبوا بصراحة على كل أسئلة اللي كانت. اللي يمكن السؤال الكبير واش كاينه شي معرفة مسبقة ولا واش كاينه شي معرفة اللي هي ديال الضحية أنوار الله يرحمه بهاد المتهمة، على حساب النطق ديال المتهمة اللي كتقول، على حساب هادي وعلى حساب العائلة، بأنه يمكن المرحوم أنوار ماشي يمكن أكيد أنه لأول مرة كيتلقى بهاد المتهمة وكيلتقى هكا، يمكن يكون تلقى بها عبر وسائل التواصل، هذا ما يمكن يحكم عليه إلا بعد الاطلاع على الوسائل التواصل وعلى ديالو. مع كامل الأسف أن المجرم الذي ارتكبه كان ذكيا، ولكن القانون يكون أذكى منه، لأن مع كامل الأسف أنه تم مسح كل معلومات، كل أشرطة تم مسح كل معلومات وكل أشرطة اللي كاينه في مواقع التواصل ديالو، يعني كانت مسحات ليلة قبل في الليل ابتداء من 12 ديال الليل ديال الجمعة اللي كان هو تقتل فيها، بدات كل الوثائق ديالو والمعلومات ديالو في وسائل التواصل كتمسح. وهذا سؤال آخر يطرح، علاش تمسحات ومن مسحها وشنو الهدف من مسح منها وشنو هذا اللي مسح داكشي شنو بغى يخبع. نجدو نأكدو أن لنا ثقة في قاضي التحقيق، وبأن التحقيق يلاه دابا الجلسة الثانية، وأنه التحقيق يمكن يطول شي شوية، وهذا الطول ديالو ما كيخدم حتى شي واحد، خاصة العائلة كانت اليوم الأم ديالو حاضرة باش تستمع واللي يستمع ليها، هذا كانت الأم حاضرة وانتم شفتوا الأم في وضعية ماشي هذيك، وبعد ذلك مباشرة بعد الجلسة ما عطيناكمش التصريح مباشرة، لأن مباشرة بعد الجلسة التحقت بالطبيب النفساني الذي يتابعها من أجل العلاج ديالها.
انا قلت لكم يعني ما نقدروش لان في الجلسه ديالها ما كنحضروش باقي ما دارتش المواجهه باقي ما دارتش المواجهه باش نقولوا ماذا صرحت المتهمه ولا المتصرح. الواقع اللي عندنا ان تمسحات المعلومات كامله كل شيء اللي عنده في انستغرام واللي عنده في الفيسبوك واللي عنده في التك تمسح يعني ما بقى حتى شي اثار تما وبدا كيتمسح من منتصف الليل ديال الجمعه والجريمه كانت قبل منتصف الليل يعني اللي مسح عارف علاش كيمسح وعرف علاش كيمسح. انا شخصيا نستبعد وهي في المغرب لا يمكن ان تستبعد في الواقع ممكن نستبعد كل الاستبعاد كيفاش دارت الجريمه والبنيه الجسديه ديال المرحوم انور نستبعد ان القاتل يكون واحد ولكن كل شيء ممكن كل شيء ممكن في عالم الجرائم كل شيء ممكن نستبعده وانا كنقولوا عندنا ثقتنا بان الحقيقه ستظهر بان الحقيقه عتبان غير نتمنوا الحقيقه تبان بكري لان شحال ما تاخرت وفي نفس الوقت ما باغينش التسرع بغينا السرعه وماشي التسرع لان التسرع يمكن يعطينا مظلومين وحنا ما بغيناش مظلومين حنا بغينا الحقيقه كل الحقيقه ولا شيء غير الحقيقه. وشكرا لكم كمواقع على هذه المتابعه وشكرا لكم اللي كتقصيو الاخبار من مصادرها وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.